وأشار الرئيس السيسي إلى أنه رغم حالة الاستقطاب الدولي الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقته في قدرة منتدى التعاون الصيني في ضمان تنفيذ التعهدات الدولية للمناخ. ورغم التحديات العالمية التي أشرت لبعضها والاستقطاب الدولي الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن. وأنني أثق في أن تعاوننا جميعا طوال فترة الرئاسة المصرية، سواء ثنائيا أو من خلال منتدى التعاون العربي الصيني، سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة.